وجود اسم دولة الإمارات ضمن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين ولأول مرة في التاريخ يعتبر إنجاز كبير حقيقة لكل الصحفيين في دولة الإمارات. وجود ممثل للدولة هناك بلا شك سيفيد كل الصحفيين، لأن اليوم نحن عارفين أن اتحاد الصحفيين الدوليين يهتم بقضايا الصحفيين في مختلف دول العالم. لذلك هذا الإنجاز جاء نتيجة كذلك للعلاقات المتميزة التي تتميز بها دولة الإمارات وجمعية الصحفيين الإماراتية في الخارج. وهذا الشيء أنا أعتقد أهميته تكمن إيش؟ أن نحن نكون جزء من المنظومة الصحفية العالمية. فاليوم الصوت العربي أصبح موجود بشكل قوي جدا في الاتحاد الدولي للصحفيين، سواء ليس من الإمارات فقط، اليوم نحن عندنا عضو من المغرب وهو رئيس الاتحاد، ولأول مرة كذلك في التاريخ يكون رئيس الاتحاد عربي كمجموعة عربية. يعني حضورنا جدا إيجابي هناك، وقادرين على أن يعني نقول للعالم بأننا شركائكم في هموم الصحافة وندعمكم في المطالبة بحقوق الصحفيين والوقوف إلى جانبهم وكذلك في تطوير المهنة الصحفية. المسألة المهمة في الصحافة العربية أن تنجح وتعود من جديد أن تكون صوت المواطن، والمرحلة المقبلة كذلك ستكون أكبر بكثير حقيقة نتيجة التغيرات الكبيرة التي نعيشها اليوم في العالم من خلال الثورة المعلوماتية الكبيرة والثورة الرقمية التي تتطلب أن يكون الإعلام العربي في مستوى طموح الجمهور.